بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الاي دي اي، واتكلمنا وسطبنا والكلام ده كله اتكلمنا عليه. طبعا زي ما قلت لكم، الناس تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب ازاي بتسطب الجي دي كي مع السوفت وير او مع الاي دي اي اللي هتشتغل عليه. الكلام ده كله مش محتاج حد معاك، انت محتاج بس تسيرش على اليوتيوب وتعمل زي ما هو بيعمل بالظبط، وتكريت البروجكت. واخر حاجه وقفنا عندها هاي ستودنت، تمام؟ هاي ايه؟ ستودنت. حلو، دلوقتي هنبدا في اول حاجه عندنا خالص، وهي ايه بقى؟ وهي الداتا تايبس. حلو، قبل بس ما نبدا في الداتا تايبس، خلي اول فيديو احب ابدا بيه وهو ازاي اكتب كومنت في الكود بتاعي. لو انت لاحظت هتلاقي رايت يور كود، وهتلاقيها شكلها رصاصي. لو شلت ايه العلامتين دول، شايف؟ تبقى ابيض ويجيب لك ايرور، يقول لك ان في ايرور. شايف؟ يقول لك ان في ايرور، عندك اربعه ايرور. تمام، ايه هو الكومنت؟ بكل بساطه باختصار عشان ما نلوكش كتير، الكومنت معناها كومنت، حاجه بكتبها عشان اكتب كومنت على حاجه. حضرتك هنا اهو، اول ما عملنا المين وكريتناها، هو لقى، هو اللي كاتب، يعني هو احنا اول ما عملنا البروجكت لقيناه كاتب رايت يور كود هير. هو هنا بيقول لك ان الكود هتبدا تكتبه هنا جوه المين فانكشن بتاعتي. حلو، هل فيها مشكله؟ اظن الموضوع ما فيهوش اي ايه، ما فيهوش اي مشكله. حلو، اذا اول حاجه نبدا عليها وهي الكومنت. عشان تكتب كومنت بتعمل دبل باك سلاش وتكتب الكومنت اللي انت عاوزه، ايا كان الكومنت بقى اكتب اللي انت عاوزه. تمام، ده كومنت اسمه ايه؟ كومنت ان لاين، في لاين واحد، لو انت عاوز تكتب لاين واحد. طب افرض انا عاوز اكتب مثلا 3 لاين كده، كده مثلا اهو، مش كده؟ مثلا اقول له ايه؟ اي ام اسلام، انا عاوز كومنت، وهنا هقول له ايه؟ اي ام احمد، وهنا اي ام كريم. احنا عاوزين دي كومنت. واحد يقول لي ايه؟ سهله، هعمل هنا كومنت كده، واعمل هنا كومنت كده، واعمل هنا كومنت كده. هقول لك تمام، مفيش مشكله. بس هنا عندنا في كومنت تاني بيختصر عليك الوقت ده كله، بتعمل باك سلاش استريك وتشيل دول، وتعمل ايه هنا؟ استريك باك سلاش، باك سلاش استريك، واستريك استريك باك سلاش، تقدر تكتب ما بينهم كل الكومنتس اللي انت عاوزها. تكتب بقى 50 سطر، 100 سطر، 20 سطر، ما فيش اي مشكله. اذا ده كومنت ان لاين، في لاين واحد، لكن ده كومنت في اكتر من لاين. لو هتكتب لاين واحد اعمل دبل باك سلاش، لو اكتر من كومنت اعمل باك سلاش استريك، وانهيها باستريك باك سلاش، واكتب في النص زي ما انت عاوز. بقول لكم ليه الكومنت؟ لان الكومنت مهم جدا تعرفه وتشوف الدنيا بتاعتك ماشيه فيه ازاي. حلو، طبعا عاوز اقول لك انك انت اول ما تعمل رن، اول ما بيرن والكومبايلر بتاعك بيبدا يشوف الكود بتاعك، اي حاجه قدامها العلامتين دول او ما بين دول مش بيقراها، بيعمل لها اجنور، ما بيشوفهاش، بيقول لها انت كومنت. ايوه انا كومنت، خلاص مش هقراه. بسيطه سهله، ما فيش اي مشكله. اذا الكومبايلر اول ما يبدا يقرا الكود ويترجمه ويشوفه، مش بيقرا اي حاجه قدامها دبل باك سلاش او ما بين ايه دول، لان دول كومنت، دول مش كود، دي الكومنت بكتبهم عشان اوضح حاجه معينه بس. حلو، اذا ده الكومنت. عشان ان شاء الله على طول هروح اعمل لكم هنا دبل باك سلاش، باك سلاش دبل. ولو عاوز اشرح حاجه زي ده، طيب مثلا هكتب لك هنا انت مثلا ايه كذا وكذا، عشان بس ايه ابدا اشرح وانا في نفس الايه، وانا في نفس البروجكت. تمام، ده الكومنت من غير اي ايه، من غير اي مشاكل. هل في مشكله عندك؟ اظن ما فيش اي مشكله في الايه، في الكومنت. تمام، تعالوا بالمره ناخد البروجكت بتاعنا او المين ده بتاعنا في ايه. قبل ما نخش على الداتا تايبس ونشوف بقى، نبدا نشتغل ونشرح ونحل ونشوف الدنيا، نبدا نشوف ايه دي، ايه الكلاس ده، انا مش فاهم.
خلينا نبداها واحده واحده. احنا اول ما كريتنا البروجكت بتاعنا طبعا هتلاقي جواها السورس، ده البروجكت طبعا، ده الاي دي اي، دي حاجه تبع الايه انتري جي، مالكش دعوه بيها، والاوت برضه سيبك منها انت مش محتاجها دلوقتي. ده اللي بيبقى ايه يعني، ممكن تقول ده الاوت بوت بتاع السورس بتاعك اللي تقدر تستخدمه، ممكن تحوله في يوم من الايام او اي او ايا كان يعني، ممكن تستخدمه في يوم في يوم من الايام كجار، مش مهم برضه تعرفها دلوقتي، انا مش عاوز ولا ده ولا ده دلوقتي تمام، وده برضه انا مش عاوزه دلوقتي لان ده تبع الانتري جي، انا عاوز بس ايه السورس. عارفين الباكج بتاعت السورس ديت؟ ايوه عارفينها. دي بكل بساطه اللي جواها بيكون المين فانكشن بتاعتنا اللي بنكتب فيها الكود بتاعنا. اول حاجه مكتوب عندك سطر اسمه باكج كوم دوت جافا، معناها ايه؟ معناها ان الكلاس اللي اسمه مين موجود في الباكج اللي اسمه كوم دوت جافا. خلاص ده لاين عادي جدا. طبعا في الاو بي، طبعا الكلاس موجود في الاو بي. انت عشان تبدا تشتغل في الجافا تلاقي معظم الناس بتقول لك ان الجافا هي اصلا معتمده على الاو بي. ان شاء الله فيما بعد نعرف الحوار ده، بس عشان ما ندخلش ايه، ما ندخلش نفسنا في مواضيع تانية، كل اللي عاوزك تعرفه انك انت بتبني كلاس وجوه الكلاس بتكتب الايه المين فانكشن بتاعتي. طبعا المين فانكشن بتبقى استاتيك، وهنعرف بعد كده يعني ايه استاتيك، وبتبقى فويد وبتبقى مين، وجواها سترينج ارجز. هنشرح دي بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله، بس اللي انا عاوزه منك تعرفه ان بيبقى عندك الباكج، بيبقى عندك الكلاس بتسميه زي ما انت ايه كاتبه لما عملنا المين، او هو بيكريته لك باسم المين ان ده المين كلاس، وجواها بتكتب المين فانكشن بتاعتك، بتكون بابليك وستاتيك وفويد واسمها ايه واسمها مين، وبتاخد ارجيومنت ده هنشرحه بالتفصيل دلوقتي، وجواه بتبدا تكتب الكود. زي ما شرحنا بنعمل سيستم دوت اوت دوت برنت لين، بنكتب مثلا هاي، اول ما رن بيعمل ايه؟ اول ما رن بيروح على المين فانكشن يشوفها وينفذ الكود اللي جواها. حلو، تعالوا بقى مع بعض نشوف سترينج وعلامتين الاري دول اي ار جي اس دول معناهم ايه؟ ركزوا معايا جدا. تمام. طبعا طبعا دلوقتي انت ممكن تكون دي غريبه عليك شويه اللي هي سترينج وعلامتين الاري، وده اسم اللي اسمه ايه؟ اي ار جي اس. تمام. دول بكل بساطه ده لو انت عاوز تعرف اري في الجافا بتعرفه بالطريقه ديت، بس ده كبارامتر. ان شاء الله لما نيجي في الاري هنعرف ازاي بنعرف اري في الايه؟ في الجافا. طبعا دي غريب عليك، بس انا عاوز اقوله لك ان البابليك ستاتيك فويد مين بالشكل ده، لازم تعرف ان الجي في ام اللي هي جافا فيرتشوال ماشين، زي ما اتكلمنا في فيديو ايه هي الجافا ممكن تشتغل بيها ايه، ذكرت لك ان جي في ام ده اللي بيقدر يعمل ترانسليت للكود بتاعك للغه، لغه الايه؟ لغه الاله. اتكلمنا عليها بالتفصيل الممل وشفناها. تمام. لو انت غيرت اي حاجه في اللاين ده، تمام، شلنا مثلا ديت، بص معايا انا حددتها اهو، لو شلتها بص فوق هنا على المين، بص عامل لك غلط. ليه؟ لان الجي في ام لما جه بص للمين بتاعتك للمين فانكشن لقاها ناقصه جزء من اللي هو بيتعرف عليها. هو اول ما بران بيروح يتعرف على المين فانكشن بتاعتي لازم تكون بالشكل ده. طبعا هنعرف البابليك ديت بعد كده ايه، والاستاتيك هنعرف بعد كده ايه، والفويد كذلك، والمين ده اسم مجرد اسم مفيش مشكله. لو عملت واي برضه هجيب لك ايه ايرور، لان قلت لك لازم تكون بنفس الشكل ده. تمام. وسترنج اي ار جي اس ده مجرد اري اوف سترنج تقدر ايه تباصيها في المين، تقدر تباصي هنا في المين اري اوف سترنج. الموضوع ما فيهوش اي صعوبه خالص، الموضوع ايه ما فيهوش اي صعوبه خالص. طبعا واحد يقول لي انا مش فاهم منك، يعني لحد ما مش فاهم منك قوي، هقول لك انا كل اللي عاوزك تعرفه دلوقتي حاليا في الوقت اللي انا عاوزه ده، تعرف ان اول ما كريت البروجكت في باكج اسمها سورس، جواها بيبقى الكود بتاعك، الباكج والكلاسات بتاعتك وكل حاجه. بدانا من مين، قال لك ان المين ده موجوده في الكوم دوت جافا اللي هي الباكج بتاعتك، وده كلاس مين، وهنا جوه المين فانكشن اللي بتبدا منها انك تكتب الكود بتاعك. طبعا البابليك والاستاتيك والفويد دي كلها هنعرفها بعد كده مش وقتها. والمين ده اسم، وده عباره عن اري اوف سترنج بيستقبل اري اوف سترنج، يقدر يحجز اري اوف سترنج، وبتكتب جوه هنا الكود.
وانك لما تيجي ترن البروجكت بتاعك او ترن الكلاس بتاعك بيبدا من ايه؟ من المين فانكشن، وتعرف ان الكومنت مش بيعمل له ترانسليت، ما بيشوفوش، بيعمل له اجنور. وعندنا لا اما كومنت كده لا اما كومنت بالشكل ايه؟ بالشكل ده. هل في مشاكل؟ اظن ما فيش اي مشاكل خالص. بالنسبه لده قلنا دي خاصه بالايه؟ بالانتريجي، ده ستاندرد خاص بالانتريجي عشان الفورمات والكلام ده كله. والاوت ده هتلاقيه فيها المين، ده اللي تقدر تقول عليه الاوت، ده الاوت بوت بتاع السورس بتاعك اللي ممكن تستخدمه كجار في اي بروجكت تاني مش عاوزك تاخد بالك برضو منه، سيبك منه خالص دلوقتي. اهم حاجه تكون فاهم بس اللي انا قلته مش اكتر ولا اقل. تمام، ان شاء الله نبدا من المره الجايه نشتغل بقى شغل فعلي، ونبدا ان شاء الله بالداتا تايبس. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.